وفي مأربة أيضا تقدمت المقاومة الشعبية في عدد من المواقع، منها منطقة الفاو والمخدرة ومناطق أخرى في مديرية صرواح غربي المحافظة. كما تتواصل المواجهات في منطقة الجفينة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي موقعة قتلى وجرحى. لا شيء يحجب الرؤية في مأرب، اتضحت الجبهة وبدت معالمها أكثر دقة ووضوح، ودارت عجلة التحرير فيها. الإسناد العسكري الذي تدفع به قوات التحالف حول مأرب إلى مركزا للأخبار، إذ تتوارد الأنباء من هناك بشكل متسارع، وباتت المحافظة الخبر الأول لوسائل الإعلام، وعلى خطى شقيقتها من المحافظات الجنوبية تسير نحو التحرير. قوة عسكرية ضاربة مكونة من آليات وعربات وخبراء دخلت المحافظة عبر منفذ الوديعة الحدودي، ستنضم إلى المقاومة الشعبية والجيش الوطني في قتالها المتمردين الحوثيين. وادي عبيدة بعد صافر هو محطة الانطلاق الأولى التي بدأت القوة المدربة تدريبا عاليا الانتشار منه والدخول على خط المواجهة مع الميليشيا. الحل إلى صعدة، أرض بلقيس لا يمكن ينجسها دون هبطال وقت الضيق والشدة، لن تخط بالنوايبات. وخلال الأيام القليلة الماضية تحولت المحافظة إلى ورشة عمل عسكرية واسعة، شهدت زيارات متعددة من قيادات رفيعة أبرزها رئيس هيئة الأركان اللواء محمد المقدشي، كما تفقد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء عبد الرب الشدادي جبهات القتال، في إشارة إلى أهمية تخليص مأرب من إطالة المعركة. في غضون ذلك شن طيران التحالف غارات، دمر دبابات في معسكر كوفل، ودمر كبري الخشيبة، وآليات عسكرية في منطقة الزور والدمنة وعرقوب، ومواقع بالجبهة الغربية وفي صرواح وفي جبهة الجفينة. وعلى صعيد متصل ذكرت مصادر إن القياديين الحوثيين حسن شقمان الشريف وحسين عبد العزيز الأمير أصيبا في معارك جبهة الفاو ونقلا إلى العاصمة صنعاء لتلقي الإسعافات الأولية. كما ودعت مأرب الشاب عبد الوهاب العرادة نجل محافظ المحافظة الذي استشهد متأثرا بجراحه في جبهة الجفينة، وقال والده لوسائل الإعلام إنه واحد من أبناء هذا الوطن استشهد من أجل مشروع الدولة والجمهورية.